واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف منزلا شمال غرب مخيم النصيرات، ما أسفر عن شهداء ومصابين. كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق برفح وخان يونس، ما أسفر عن شهداء ومصابين. من جانبها أعلنت فصائل فلسطينية أنها قصفت بقذائف الهاون مركز للتحكم والسيطرة تابعا لجيش الاحتلال بمحيط جامعة فلسطين شمال النصيرات. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33,797 شهيدا و76,465 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. وناشدت السلطات الصحية في غزة المؤسسات ذات العلاقة لإنشاء مستشفيات ميدانية في مدينة غزة وشمال غزة في محاولة لتوفير الخدمات الصحية ولو بالحد الأدنى، وذلك بعد خروج مستشفى الشفاء والعديد من المستشفيات عن الخدمة بشكل كامل. رغم تجديد جيش الاحتلال تحذيراته من عودة النازحين إلى شمال غزة، بدأت مئات العائلات العودة إلى منازلهم هناك. وشوهد مئات النازحين يتوجهون شمالا على طول طريق الرشيد الساحلي، هو أحد الطريقين الرئيسيين اللذين يربطان جنوب غزة بشمالها. رحلة العودة إلى الجزء الشمالي المعزول من قطاع غزة الذي مزقته الحرب الإسرائيلية باتت محفوفة بالمخاطر. رغم ذلك تحدت مئات العائلات الفلسطينية التي لجأت إلى وسط القطاع جيش الاحتلال الإسرائيلي وبدأت بالتوجه شمالاً. هذه الخطوة تأتي على الرغم من تجديد جيش الاحتلال تحذيراته من عودة النازحين إلى منازلهم في شمال غزة، قائلا إن المنطقة لا تزال منطقة حرب. إحنا جهزنا حالنا وطلعنا زي الناس، وصلنا لعند نقطة الحاجز اللي اليهود بتزعق بتقول النساء يمرقوا بالأطفال أمان عليهم، أما الرجال يرجعوا والشباب. الشباب ما أعطتش مجال لمين، لأن النساء إنها تمرق، فإجن الدبابتين صارت تطخ عليهم، طخوا أطفال وتصابن، بعدين الطيارة طلعت صارت تطخ ورموا قنابل غازية علينا، وصاروا يهربوا الناس وخافت يعني الناس برضو طبيعة الحال، يعني ما بيش قادر تجازف بحالها أنها تمرق في منطقة خطر. كان شمال غزة بما في ذلك مدينة غزة الهدف الأول للاحتلال الإسرائيلي للقطاع، واليوم باتت عودة النازحين إلى منازلهم هناك شرطا أساسيا من قبل الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. إحنا بدنا نروح، بدنا الحين نعيش حياة كريمة، 6 شهور إحنا إلنا. إلنا 6 شهور في الزل هذا، بدنا نروح على غزة، بدناش شيء. وهكذا لم يعبأوا بتعنت الاحتلال ولم يلقوا بالا لتهديداته، فالأمل المجرد والحنين إلى منازلهم هو ما دفعهم للعودة بأي وسيلة.